نعم. طبعا. وعشان تعرف المسؤولين شو بدهم مش يعملوا. طيب شو سمعنا من الأغاني؟ من الأغاني طيب ناخذ الأغنية العاطفية. تفضل. ولكن بإيدي ولا بإيدك تبعد الأيام ما بينا، واللي ضاع من عمرنا والفراق كان غصب عنا. ولكن بإيدي ولا بإيدك تبعد الأيام بينا، واللي ضاع من عمرنا والفراق كان غصب عنا. والليالي والزمن كانوا أقوى منا، والليالي والزمن كانوا أقوى منا، كانوا أقوى منا. جميلة. سلام. هاي يعني يعني الملحن عمل هو 5 ألحان. جميل صوت الصدى. وزع وزع المجموعة، فكانت يعني أغاني حلوة كلها الحمد لله. نعم. لا موفق إن شاء الله. دكتور شو رأيك هلأ تحكينا عن الأغنية الأردنية اللي هلأ بالوقت الحالي اللي عم تنعرض؟ طبعا يعني أنتوا شايفين أنه مثلا الأغنية الأردنية وصلت إلى شيء؟ احنا حابين يعني أنا من الستينات هم بقولوا احنا بقينا وغزينا العالم. والله لا غزينا العالم ولا شيء. وين غزينا العالم؟ يعني في الستينات شو كان عندنا؟ شوفوا السعودي كان طارق عبد الحكيم، وكان موجود محمد عبده، وكان موجود طلال مداح. هل احنا وصلنا لهذول؟ كان في مصر ام كلثوم عبد الوهاب وصلنا لهم. كان في سوريا موجود صباح فخري ونصري مصطفى نصري. يعني احنا وين هم وين؟ احنا دائما اغنية من اي ناحيه؟ يعني اختيار الكلمات، الالحان، هو يعني الدعم. هو في شعراء احيانا كويسين، وفي شعراء بيكتبوا كلام هيك. يعني هسه مثلا المسؤول عن اجازه الاغاني، يعني انا كان عندي مشكله المشاكل مع مسؤول، كان مسؤول عشان تشوفوا قديش يعني يكون ضحل في المعاني. هو يعني مش عارف كيف بحطه. انا قدمت الكلمات بتقول تهنا في بحر الغلابه، والبحر ماله قرار، والغربه صعبه يابا، والزمن غدار. رجعت بعد اسبوع حط لي خط تحت بحر الغلابه. انا قلت يعني عجبه الكلام بحر الغلابه عجبه كثير. فبقول له شو طلع؟ فبقول له شو بحر الغلابه هاي؟ قلت له بحر الغلابه يا زلمه زي بحر بئر الحرمان، زي شيء يعني مجاز وشغلات هيك. قال لي انا بعرف البحر الابيض والبحر الاحمر مش عارف. متوسط. فمسكت القدام، والله مسكت الورق مسكت، قلت له ملزمش. يعني هو له علاقه بالفن الشخص كان مسؤول نحن. بجيز كلمات يعني كيف هذا بجيز كلمات؟ على اي اساس بجيز كلمات؟ لازم يكون شاعر. نعم. فهذا بيجيز كلمات زي هيك. شو بتترج؟ شو بتطلع كلام موجودة؟ شو بدنا نطلع كلام؟ جاد بعملك. لا شو بدنا مساحه تفضل طالع خلص انتهى الموضوع. شو يعني مش فاهم شو بحر الغلابه؟ شو بدي احكي معها؟ نعم. يعني هو مش مثقف وانا مثقف، شو بدك تتناقش فنيا؟ لازم شو دخل فني هو يعني عشان يقدر يحس بالكلمات؟ طبعا لكن بده يلحن هو. يعني لو قلت له البحر ميت بتعرف يلحنها يعني؟ طب ما بده يحس في الكلمه. مع المتواصلة كمان اللحن مع بحر الغلابة مع التكملة هي جبتها. لا أنا جبتها ملحن وجاهزة بس أنا عشان أجهز الكلمات عشان أسجل الأغنية. هلا هو بحر الغلابة شافها كلمة شاذة حط لي خطين أحمر يعني ما بتعجبه هاي الكلمة. يعني بترتاح دكتور حسن بوجودك بالقاهرة بين ملحنين وبين شعراء؟ بتحس إنه هناك بتعرف شو التلحين هناك؟ يعني التلحين يمكن ما بياخذش مع الواحد مع الملحن المصري نص ساعة ساعتين ثلاث انطارت يعني لأنه على طول مبدع. احنا هون بقول لك اعطينا لحنك بغيب لك شهر وبطلع مثل ما راه مثل ما اجى. الكلمات تقعد تغير مع الكاتب 50 كلمة، يغير هاي يحط هاي برجع نفس الكلام مشوه صار. صح. هناك بتشيل كلمة يعني بقعد مع ولاد يعني اللي كانوا كتبوا الكلمات يعني بالثلاثين 35 سنة شباب على طول غير الكلمات دقيقة بس يطلع اغير حط انتهى. حابين نسمع ايش لعبد الحليم؟ عبد الحليم خلينا نقول حلو وكذاب ليه صدقتك، حلو وكذاب ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب ليه صدقتك ليه تكذب عليا من أول معاد ده حرام القاسية لو تطلب عينيا أمشي لك بلاد وأجيبهم هدية وفيها إيه لو جتني
تسلم بس ويفوتني والله كذاب. الله يبعد عنك. انت بتعرف شو حلو في الموضوع؟ كل الشباب بالجاليري بغنوا معك. كثير مبسوطين بوجود حضرتك وبحيوك طبعا. وبحيوك وبحيو الفن والطرب الاصيل اللي انت بتعزه وبتحبه، وعشان هيك اعاده توزيعه. اشكر الجميع. طيب انا عندي سؤال شوي مختصر الاسئله. هلا كيف يعني اعاده توزيع؟ اعاد توزيع احيانا جمل يعني موسيقيه شوي. لا احيانا طبعا، لانه كان في ايقاعات غير غيروها الشباب، حطوا فيها شغلات على اساس انه تتواكب مع العصر. كانت اغاني مثلا رومانسيه كثير، فصارت شوي فيها حركه، حركناها شوي. طيب هيك بتتم يعني تحديث الاغنيه يعني بس الاحساس لازم يكون صح يعني. تحديث ما في يعني، انا مش حغني احسن من اللي غنوها، بس اقدر انقل صوره صح. صح وبكفي والحمد لله. وانت نقلتها بقدر يعني ان شاء الله، بس اقدر يعني انا مش بغني عشان اغني احسن منهم، لا يمكن. بس انا يعني اوصل صح. في معنى اتصال من ديما. الو الو ديما، سامعينك. الو مرحبا. كل عام وانت بخير يا ديما. وانت بالف الف خير. اهلا وسهلا فيكي. ممكن احكي مع الدكتور حسان؟ طبعا تفضلي، عم بسمعك. كيفك دكتور؟ يعطيك ألف عافية، منور الشاشة. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. وحابة أمس عليكم طبعا يا صبايا، ما شاء الله عليكم. بس مستقبلين المذيعة ألاء، وينها؟ ما هو ألاء من وجهنا تحية، بس منبدل إحنا يعني نريحها شوي اليوم. ما شاء الله عليكم. وحابة الله يسعدك أحكي للدكتور كلمة، إنه بدي يعني أطلب منك إنه تغني لنا أغنية الأم، لأنها تركت نفسنا احنا صغار وكبار يعني معاني كثير رائعه. بتمنى انك تغنيها. طيب بس ما تبكي يعني، انا بغنيها بس ما تبكي. هو اي شيء بلامس الام بخلي الواحد يبكي غصب عنه. طبعا اكيد. شكرا لاتصالك يا ديما، وهلا ان شاء الله بسمعنا اياها الدكتور حسن. ايش رايك تسمعنا اياها؟ يعني بدها بس انتوا كمان ما تبكوش كمان. طيب شد حالك شوي. زمان كان للحياه معنا ونظرة عينها تشبعنا، خلاص دلوقتي يا مايا نعيش نبكي عليك سنين، نعيش نبكي عليك سنين. ومين بعدك يا ست الكل، يا نبع حنان بكف الكل، حيمسح دمعت بإيده وحجري عليه في يوم عيده، في حضنه أرتمي وابكي يروح حزني ودمعي يهل، في حضنك ليلة يمايا، في حضنك ليلة يمايا. نسيت الفرحة يمايا، مفيش ولا حد ويايا يطمن روحي من بعدي، وحعمل ايه انا في بعدك، لا حد اشكيله يسمعني ولا الايام بتنصفني، في بعدك ليلة يمايا، في بعدك ليلة يمايا. يا سلام عليك. طبعا بنوجه تحيه لكل الامهات في كل العالم، ولا امي ولا امها ووالدتك. الله يطول عمرها. الله يطول عمرها ان شاء الله. في معنا تقرير للسيد الدكتور حسن رمزي، بنشوفه مشاهدينا. افرش منديله على الرمله وانا لف وجيله على الرمله، افرش منديله
على الرملة ونلف وجيلة على الرملة وأقعد وأحكي لك على الرملة وأسمع مواويلك على الرملة افرش منديلك وناديلي وانا رهني اشارة يا نوارة بس انت لغيني ورسيني يا ابو قلبي شبكني بسنارة افرش منديلك وناديلي وانا رهني اشارة يا نوارة بس انت لغيني ورسيني يا ابو قلبي شبكني بسنارة منديل الحب طرف عيني الله والكلمة هتقدر تداويني الله منديل الحب طرف عيني الله والكلمة هتقدر تداويني الله لو تفتح قلبك وتخلي ما يكونش في يوم بالنطارة وفرش منديلك عالرملة وانا لف وجيلك عالرملة افرش منديلك عالرملة وانا لف وجيلك عالرملة واقعد واحكي لك عالرملة واسمع مواويلك عالرملة عالرملة